زميلي أحمد أبو زيد. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك ريهام. بالفعل ريهام أنا استمعت إليك وأنت تتحدثين عن استثنائية الظروف واستثنائية العمل، لكن تقريبا العمل أصبح عملا روتينيا، أن تفزع الدولة وأن تستنهض قوتها كاملة لإعادة المواطنين المصريين في أي منطقة حول العالم. المشهد الذي نتابعه في هذه اللحظات، الطائرة التي لم تنطفئ محركاتها حتى هذه اللحظة، يمثل تجسيدا جديدا لأن القيادة السياسية في الدولة بتوجيهات مباشرة إلى كل مؤسسات الدولة وإلى القيادة العامة للقوات المسلحة التي أطلقت طائرة نقل عسكرية لإعادة المواطنين المصريين ومسؤولي السفارة المصرية وأعضاء البعثة الأزهرية المقيمة في أفغانستان في كل الولايات، أن تعيدهم عشرات كانوا أو مئات، أقل من ذلك أو أكثر. الدولة لا يمكن أن تقبل بأن يكون مواطنا مصريا راغبا في أن يعود إلى أرض الوطن، ولا تستنهض الهمم بأكملها وبكل طاقاتها في سبيل استعادتها. المصريون الذين استطاعت مصر أن تؤمن لهم قواعد بيانات كاملة محكمة في كل الولايات الأفغانية، واستطاعت أن تجمع شملهم مباشرة. وبالمناسبة ريهام، مطار حميد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول، والكل يتابع أنه يعمل قليلا ويتوقف كثيرا بحكم الأجواء والأوضاع المعروفة والمفهومة هناك. استطاعت مصر، استطاعت كل مؤسسات الدولة، استطاعت القيادة العامة للقوات المسلحة أن تؤمن عودة قوعية آمنة مطمئنة تعبر بها آلاف الكيلومترات وآلاف الأميال حتى تعيدهم إلى أرض الوطن دون ضوضاء، دون صخب، دون حديث كثير، حديث مفتعل. مصر التي أعادت 300 مواطن مصري في ووهان في خوباي في الصين عند ظهور فيروس كورونا في ديسمبر عام 2019، هي نفسها مصر التي أقامت كل مؤسساتها لإعادة 32 مصريا كانوا في الأراضي اليمنية احتجزوا هناك وأعادتهم، هي التي ذهبت لاستعادة المصريين في مناطق مختلفة من أرجاء العالم في ليبيا وفي غير المنطقة العربية والشرق أوسطية. مصر التي لن تقبل أن يكون هناك مواطنا مصريا واحدا يعيش أجواء لا يرضى بها أو لا يقبل بها أو لا يطمئن إليها ولا تعيده. هذه الطائرة التي وكما أشرت وكما لعلكم تسمعون ربما بعض أصوات محركاتها في هذه اللحظات، ذهبت إلى الأراضي الأفغانية، ذهبت إلى العاصمة كابول وإلى مطار حامد كرزاي لتؤمن عودة آمنة مطمئنة، ليس فقط على مستوى الإعادة وليس فقط على مستوى اطمئنان واستقبال عودة المواطنين المصريين الراغبين في العودة إلى أراضي الوطن، وإنما حتى سبل التأمين الإسعافي والتأمين الطبي، التأمين الإداري، التأمين اللوجستي والخدمي، حتى لا تكون العودة عودة إلى أرض الوطن وفقط، وإنما عودة كاملة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وصولا إلى باب منزل كل مواطن مصري كان مقيما في الأراضي الأفغانية في كل الولايات. بالمناسبة الحديث ربما يكون أكثر وضوحا باعتبار أن الطائرة انطلقت من مطار حميد كرزاي في كابول، لكن المصريين الذين أرادوا أن تؤمن لهم مصر عودة إلى أراضي الوطن وفدوا إليها من كل الولايات، من مزار شريف، من باقي الولايات الأفغانية، من قندوز ومن غيرها من الولايات، أمنت لهم مصر هذه العودة. القوات المسلحة التي أطلقت هذه الطائرة، طائرة النقل العسكرية، لم يكن كثيرين، ربما لم يكن أحد يعلم أصلا أن هناك جهودا مصرية تبذل على هذا النحو، العمل في صمت، العمل في هدوء. أنت استعملت التعبير الشهير المتداول والمعروف، أفعال لا أقوال. حقيقة هذه ترجمة حرفية، كنا شهود عند إعادة 32 صيادا مصريا تقطعت بهم السبل واحتجزوا في الأراضي اليمنية، وعن فرحتهم الأمر لم يكن معقولا ولا متصورا أن تستنهض الدولة بكل مؤسساتها جهودها لإعادة 32 مصريا. هي نفسها الدولة التي تؤمن عودة من قلب الأراضي الأفغانية في مثل هذه الظروف أن تعيدهم إلى أرض الوطن. مسؤولي السفارة المصرية الذين عادوا أو الراغبين في العودة وقد عادوا، أعضاء البعثة الأزهرية المصرية المقيمة في الأراضي الأفغانية في ولايات مختلفة وقالوا إنهم يريدون العودة عادوا. الحدث جلل، الأمر عظيم، لأن الوضع استثنائي أيضا. الدول التي عجزت حتى هذه اللحظة، بعض الدول في أن تؤمن عودة طوعية لرعاياها ولمواطنيها ولبعض المتعاونين معها، استطاعت مصر ودون ضوضاء ودون صخب. هذه مسألة بالغة الأهمية، لم يكن أحد يعلم أن هناك جهودا مصرية تبذل على مدار الساعة حتى يتم تأمين هذه العودة، العودة المثالية، العودة الراقية، عودة الدلالة، عودة الرمز، رمز الوطن ممثلا في قواته المسلحة. تذهب طائرة النقل، الأفراد العسكريين، طائرة النقل العسكرية لتحمل المواطنين المصريين على أجنحة الوطن. هذه رسالة الطمأنة، رسالة الطمأنينة، أن تربط الدولة على كتف أبنائها بأن لهم وطن حقيقي يركنون إليه، أن لهم وطن ذي مؤسسات صامدة شامخة قوية إلى هذا الحد الذي تستطيع أن تنجز فيه عملا استثنائيا. وفي بضع ساعات كان كل شيء تقريبا انتهى، ولم ينتهي نهاية اعتيادية، انتهى نهاية مثالية، نهاية سعيدة كما يريدها المصريون، لكنها في أجواء بالغة استثنائية، بالغة الصعوبة والدقة، لأن العالم، كل العالم لديه مشكلات في تأمين عودة طوعية لمواطنيه أو لرعاياه في كل أو في أغلب دول العالم.
إذا شئنا الإنصاف، لكن أن تمتلك دولة استقلالية كاملة في قرارها السياسي، أن تمتلك استقلالية كاملة في قرارها السيادي، أن تمتلك مزاجا معتدلا يقبل به العالم بأجمع، يمكن إذا أن تؤمن لنفسها قرارا وطنيا خالصا تؤمن به أول ما تؤمن مصلحة وأمن وسلامة مواطنيها. عادوا إلى أرض الوطن وخفقان القلب وضربات القلب تبدو في أعلى مستوياتها، لأن الأمن نعمة عظيمة، إحساس الطمأنينة أعظم ما يكون، إنما يكون في كنف الوطن، الوطن الآمن المستقر الواقف على أرضية صلبة، الواقف بقدرة عالية ورفيعة على التنسيق شديد الدقة إلى القدر الذي تستطيع القوات المسلحة أن تطلق طائرة نقل عسكرية لتعيد المواطنين المصريين إلى أرض الوطن، أن تكون هناك قيادة قادرة على صياغة الرؤية، على ضبط المحددات، على استبلاء الصورة بأكملها وفي أدق صورها. تذكر ريهام ويتذكر المشاهدون ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، أن الحلم والتروي والهدوء المصري يقوم أول ما يقوم على استبلاء الصورة بأكملها بهدوء شديد، يمكن لكل دولة أن تتصرف كما يتصرف الوافد وليس أكثر وثوقا في هذه الآونة من مصر التي استطاعت وللمرة الرابعة أو الخامسة نعيدها ونذكر أنفسنا ونذكر الجميع بها دون صخب ودون ضوضاء ودون أحاديث مفتعلة ودون خطابات حنجورية، استطاعت مصر بهدوء شديد أن تعيد رعاياها، أن تعيد أبنائها المصريين الراغبين في العودة إلى مصر من المواطنين المصريين من البعثة الأزهرية من مسؤولي السفارة الراغبين في العودة والذين سيبيتون هذه الليلة في بيوتهم بتأمين إسعافي طبي لوجستي على مستوى النقل، حتى كل ذلك متوفر ومتاح، ولعل الصورة ستنقله كما تتابعونها معنا.